كيدز كلاب هنا في أدرس مارينا دبي. حاول شو تقول حق متابعينا تحبيهم مايدتي؟ أحبكم وايد. حياته. هذا المول الرائع جدا هنا في قلب منطقة المارينا هنا عند دبي مارينا مول في أدرس دبي المرسى أدرس مارينا مول. Subscribe. اللاونج الخاص بأدرس مرسى دبي، العديد من الحلويات والكعكات الفرنسية، الخير والنور والسرور هنا من أدرس دبي مارينا مول. هذا الحمام الفاخر. شوفي الإطلاع حصة شوفي الإطلاع. شاهدوا هذا الباث الخرافي وهنا الإطلالات. شوفي حصة الإطلالة شوفي الإطلالة يا لها من إطلالة رائعة جدا، يا لها من إطلالات، يا لها من إطلالات بهية وأجواء حالمة بامتياز. هذه شو رأيك حصة بالأجواء؟ ها؟ حالمة حور؟ أجواء حالمة صح حور؟ هذا مسبح؟ هذا جميل جدا. هذا مسبح؟ هذه غرفة المهم مثل ما تشاهدون هذا بحر، هذا بحر وهنا الإطلالات والأجواء. الحالمة تدخل لك تقعد في الباث هني على هاي الإطلالات في أدرس دبي مارينا، تستمتع بالأجواء. شوفوا المارينا مول. نحن هني في أعلى طابق هنا في أدرس دبي مارينا، نستمتع بهذه الأجواء والإطلالات الرائعة على مسبح دبي أدرس مارينا. شاهدوا معي الإطلالات البانورامية على مسبح المارينا أدرس فندق الأدرس. أنا حرامي. أنا واتش. هذا الكومبلي منتري. شوفوا في الكيدز كلاب إيريا. شخصيات الكرتونية الجميلة والبلاي ستيشن واليوتيوب. يعني كيدز كلاب ليس بالضخم ولكن معقول جدا، تواجد فيه معظم ما يحتاجه الأطفال من ألعاب وكراكيب وجلسات وأجواء. طلعوا قناة عزيزينهو صح؟ عزيزينهو تابعوا شفا صح؟ تابعوا عزيزينهو صح؟ هي قناتنا حلوة صح؟ حلوة بالبلاي ستيشن تلعبي حور؟ شوف طلعون قناتهم على يوتيوب يالسين. شوفوا شو أحلى متي بعد؟ زحمة رهيبة في معظم مولات دبي، هذا ألاحظه منذ بداية شهر يونيو الجاري. ألحقوني بالقطار. بابا أنا بلحقكم. أوكي أشوف وين أنا بشوف وين تسيرون. ها شو تقول حق متابعينكم؟ ها وش وسبسكرايب.
ها؟ بابا السباحة نعم. الشورت الشورت وعلى هذاك المسبح الحين نروح مسبح الأطفال ما عليه زحمة شفتي؟ يلا شوفوا هني الأجواء شوفوا الكراسي شوفوا السياكل حلوة السولت الكافيهات المتنوعة والجلسات الرايقة في أدرس بجوار مسبح فندق أدرس شاهدوا معي الأجواء هل صح حلوة الأجواء؟ أجواء جميلة بس أجواء حارة بعد صح ثاني؟ ساخنة الأجواء إن شاء الله تستمتعون بأجواءكم هنا في قلب أدرس مارينا مول مرسى دبي استمتعوا بتغطية قناة عزيزنا ولا تنسوا الاشتراك والإعجاب والضغط على زر الجرس وتفعيله ليصلكم كل جديد ومفيد في قناة عزيزنا ديزرت روز ها حور حور عيبها لأن أشوف تشرب ممتاز اللاونج المتواجد بجوار الريسبشن نعم اللاونج الرائع جدا والفخم جدا شوفوا السقف لوين مرتفع الأجواء طيبة والعطورات والتعقيمات لا أنا ما شطت مفلجات مفلجات قبل كله حور شو تقولي حقهم ها حور مشغولة حور حب عيش يلو تبوا كله صح افتحوا حالكم افتحوا حالكم يلا هذا شو هذا ماي شوفي ماي حلو من تحت حلو حور سادي حور شوفوا الروعة والجمال والدلع وامورهم طيبه وفروه صح حياتي صح وراني حصاني حصاني اذا زين اذا كريتي اذا كريتي اذا كريتي مود في هذا اللاونج المثالي والذي يحوي هذه الاشجار الجميله والتي تضفي المزيد من الاجواء الاسطوريه الطابق ال14 بجوار الكلاب نعم الاطلالات على المسبح شوفوا الجو كيف حبة الأكارم على أطلالات المسبح شاهدوا معي بالأمس لم نصور لكم الأجواء أسفل المرسى من الشعور والإحساس يكون واصل عندكم هذه الغابة
التي تطل بشجيراتها لتضفي مزيدا من الظل لمرتاديها وهم يعبرون إلى المسبح الرئيسي ومسبح الأطفال هنا في الجيم الجيمنازيوم الخاص بأدرس مرسى دبي. شاهدوا معي الإطلالات الرهيبة التي يوفرها هذا الجيم. الآن ساعة الفاضلات حصة وحوش يودع